في الفيديو النهاردة هنتكلم على نقطة سهلة قوي وبسيطة قوي وجميلة ومفيدة وبتنفع في أي حاجة، بالذات لو عايز تفتح مواضيع مع ناس ما تعرفهاش كويس، سواء عايز تعرفهم قرايبك مش قرايبك، اصحابك ما تعرفهمش اصلا. الموضوع بتاع فتح المواضيع ده سهل بطريقة هقولكوا ازاي، بس يلا نبدأ الفيديو. ازيكوا يا اجمد واصيع وازكى وألذ ناس في العالم. طبعا أذكى عشان نوع الأسئلة اللي هتتسأل بتاعت فتح المواضيع هو محتاج ذكاء ببساطة، يعني ببساطة وذكاء في نفس الوقت. أنا عارف إن أنت أوقات كتيرة بتبقى قاعد بتتكلم مع حد وفجأة يحصل لحظة صمت بنت لذينة، فجأة مش عارفين اللي هو طبعا في صمت مريح اللي هو قشطة، هو طبيعي إن أنا ممكن أفضل قاعد مع حد ساكت، ما هو ده طبيعي، يعني هنفضل قاعدين نرغي طول الوقت. بس في ناس ما بيريحهاش الصمت، يعني تبقى قاعد اول ما تسكت تبتدي تحس كده اللي هو الصمت الغريب ده فيه. ايه اللي بيمنعك اصلا ان انت تسال عامه او تفتح مواضيع؟ ده في عندك شويه كده معتقدات معينه بتبقى حاططها في الطريق عشان ما تسالش، يعني بتفترض الناس قاعده قافله على نفسها، هم مش عايزين اسالهم، يعني البنت قاعده هي مش عايزه انا افتح الكلمه، يعني عايزه تقعد لوحدها. ومين ما حدش قالك كده، انت معتقد انت عايز تبقى مريح ما تأذيش حد. او السؤال ده موضوع الفيديو جالي من ان انا كنت قاعد بالظبط كده مع حماية. انا طبعا بسأل اسئلة عشان اولا الراجل ما بشوفوش غير كل اسبوع مرة تقريبا، فلازم افتح معاه موضوع عشان علاقتنا تقوى، وهو ده الهدف الاساسي اصلا من فتح المواضيع، ان انت بتسأل عشان تقوي علاقتك او معرفتك بالشخص اللي قدامك، مش بتفتح كلام عشان تقول حاجة وتعرف الناس انت بتعمل ايه، مش بتبدأ كده. حماية ده راجل دكتور جراح بيعمل عمليات طول الاسبوع، فبيشوف ناس دم فتح تشريح تخييط حاجة بص رهيبة. فاحنا بنتقابل يوم الجمعة، انا عارف اسبوع عامل ازاي او متخيل الاسبوع بتاعه عامل ازاي، بحط الافتراض ده طبعا من عندي وبقتنع بالافتراض اللي انا حاطه، يعني مش بحط افتراض اقول بس اكيد لا هو مش اكيد اصلها يقول لي ايه يعني ما. لا انا ما بديش نفسي فرصة اقعد اخبز الموضوع خليه دور في مخي كتير، انا بفكر في السؤال واشوف هسأله على طول، يعني مفيش ما بستناش 3-4 ثواني بالكتير واخش في السؤال. ازاي حضرتك يا انكل؟ ايه الاسبوع كان عامل ازاي؟ فهيقول لي الحمد لله. اي حد هيقولك الحمد لله، الحمد لله اكيد، بس الحمد لله كان سهل صعب؟ فقال لي بصراحة كان سهل جدا، الحمد لله كان بسيط عدى بسرعة. او يقول لي صعب، ايه ده كان صعب ليه؟ اشمعنى كان في حالات عاملة ازاي المرة دي؟ فانا لقيت ان انا السؤال ده تقريبا بسأله له كل اسبوع عشان بس اخد اللي هو ان انا مهتم اعرف هو ماله بشكل عام، ومش بمثل، ده انا مهتم فعلا، انا عايز اعرف هو ماله، يعني حماية يعني بشوف ايه اخباره. ففكرت طب ما تيجي نفتح حاجة تانية عشان بس برضو افك على الراجل شوية، يعني هو كفاية ان انا قاعد بسأل عن حاجات، لانه حتى لو هو بيحب شغله بس خلاص في اوقات بقى مش عايز او ممكن يكون شايفني انا اصلا متقعدش توجع لي دماغي عن الشغل، او انت مش هتفهم اللي انا هقوله لك. انا ما بحطش الافتراضات دي اصلا كلها في دماغي، انا بسال اللي بيجي في دماغي وخلاص، هو عايز يشوف ايه انا مش بفكر فيه، لان هو ممكن يكون اصلا هو اصلا عايز يتكلم، مش شرط يكون شايفني انا مثلا. لو انت يا عم السذاجه اللي انت بتقولها دي ما بحطش افتراضات خالص. فقلت له انكل هو ايه الحاجات او الهوايات اللي حضرتك بتعملها عامه او كنت حتى بتحب تعملها زمان؟ قال لي لا كتير، ده انا كنت بحب المزيكا وبحب العب اله موسيقى كده، انا لعبت مش عارف بيانو قبل كده، ده انا قال لي حاجات عمري ما عرفتها عنه خالص او ما كنتش عارف عنه خالص. وبرده اداني مواضيع، قلت له ايه ده بيانو؟ ايه ده طب حضرتك كنت بتلعب بيانو؟ ايه ده امتى ده؟ قال لي اه طبعا ده انا عندي حتى مش عارف ايه مزيكا. ده بتحب مين؟ كنت بتسمع مين زمان انكل؟ اللي هو الفيفوريت الباند المفضل بالنسبه لك ايه؟ حضرتك عندك حاجات اليوم ممكن تسمعها لي بتحبها؟ قول لي اساميها. تقعد بقى تشد تمسك الموضوع تفرشه قدامك، تاخد حاجات منه تفتح بيها كلام. سمعت الصوت ده فين؟ سجاط. فانت فاهم انا عايز اوصل لكم ايه في التكنيك بتاع الاسئله دي اللي من النوع ده. يعني انا النهارده مثلا سالت حد مع واحده معانا في الشغل، قلت لها بقول لك ايه حاجه بتحبي تعمليها وبتتبسطي قوي من غير ما تعمليها، ما تفكريش اصلا في الوقت وانت بتعمليها؟ قالت لي يا شعراوي السؤال ده، قالت لي كده بالظبط في الاول، ده محتاج تفكير قوي. انا بص الطبخ اكتر حاجه بحب اعملها ومن غير ما افكر، بس شفت التمهيده دي؟ انا كان ممكن بقى في التمهيده اللي في الاول دي يقول يا نهار اسود ده مش طايق اصلا تتكلم معايا، يا نهار ابيض يا كده، وهي اصلا فتحت الفتحه دي لان مش متعوده تتسال اسئله بالشكل ده. فاول ما اتفتح السؤال راحت حاطه اللابتوب وابتدت ترد على السؤال اللي هو يلا بقى نتكلم،
ما تفترضش الشخص اللي قدامك بيفكر في ايه، ما تفكرش مكانه، اهتم بالناس اللي قدامك، شوف ايه اللي انت حاسس ان هو. ما انا ممكن اساله سؤال، ازاي ممكن ابسط الشخص اللي قدامي؟ اساله سؤال يخليه يتبسط، عايز يرد. حد لابس حاجه حلوه، انت ايه عايز اسالك على حاجه، انت ايه اكتر اماكن بتحب تجيب منها لبس؟ ايه ده ليه؟ اشمعنى؟ الصراحه لبسك جامد حبيبي. خلاص فتحت، هو لازم هيسالك اللي هو انت بتسالني ليه؟ هو انا شكلي وحش؟ لان هو ممكن يكون حاسس كده مثلا. واحده ما بتعرفش عنها اي حاجه، صباح الفل، ايه الاخبار؟ انت الحمد لله تمام؟ اه تمام. وانتي؟ تمام الحمد لله. صرصور الحقل. بقولك ايه، سؤال ما سالتلكيش قبل كده، تعالي نسال بعض اسئله النهارده اللي هي اسئله منتهى السذاجه، اسئله عبيطه، تعالي نسال بعض اي اسئله ومحدش يقول للتاني عليها اي حاجه. ايه اغبى كومنت قلتيه قبل كده لحد وحسيت ان شكلك عبيط؟ ايه اكتر حاجه كان نفسك تعمليها وخفتي ما عملتيهاش؟ طب لو ممكن تعمليها دلوقتي هتقدري تعمليها؟ تبقى جامده قوي. طب بقولك ايه، لو مش تعمليها نعملها مع بعض، انا جاهز معاكي، يلا نعمل الحركه دي. فاهم قصدي؟ الحاجات بتبقى بسيطه، اهم حاجه بس سيب مخك يسرح وما تقعدش تفكر قوي في السؤال اللي انت بتسأله. اعمل اختبار للكلام ده على المستوى الصغير، جرب في حواليك، جرب في اصحابك، جرب مع ناس ما تعرفهمش، في الشارع، في المترو، فك لسانك شويه، صبح على الناس بتاع، لقيت ان لسانك فك شويه ابتدي اسأل او هزر او افتح مواضيع مش مباشره. من الحاجات اللي برضو انت يعني مش لازم تكون عندك خلفيه عن كل حاجه او كده، انت بالعكس لما حد يفتح معاك اي حاجه او يقول لك انا بحب كذا او ده انا كان عندي هوايه كذا، انت مش شرط تكون عارف عنها حاجه عشان تكمل الموضوع. انت ممكن تقول له ايه ده، طب ايه ده، قول لي ايه الموضوع ده، ايه الحوار ده، الموضوع لذيذ قوي، ده شكله لذيذ، احكي لي. طب وفعلا هو فرق معاك؟ او يعني مش شرط تبقى انت عارف الحاجه، المهم ان انت بتسال الشخص وبتعرف الحاجه، فاهم؟ خليك مهتم بالناس، هتلاقي الموضوع بتتفتح لوحدها وبس كده. شكرا قوي يا جماعه ان اتفرجتوا لحد دلوقتي، ولو حد عنده افكار عامه في القصه دي يقولها تحت في الكومنتس، ازاي ممكن نفتح مواضيع زياده، وازاي او اي حاجه عامه كمان ممكن تخلي القعده دي ده سهل وبسيط وبس. شكرا قوي ان اتفرجتوا، واشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.